بسم الله الرحمن الرحيم. بخيل بخيل بخيل، قيل من يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، ورجعنا لكم يا جماعة بعرض حلويات. بسم الله ما شاء الله، عروض الحاج أبو طه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اخبارك يا حاج؟ الله يبارك فيك. ايه الحلويات دي؟ الله ينور. الله يخليك. كل منتظرين ومن بدر العرض ده احنا يا حاج. كل عام وانتم بخير والساده المشاهدين كلهم بخير ان شاء الله. وسنه سعيده يا رب عليهم يا رب كده ان شاء الله، ونشوفكم كده يا رب تبقى سنه كلها خير عليكم باذن الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. احنا هنفرج المشاهد الاول يا حاج على الحلويات دي، انا شايف حاجات بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي يا جماعه العرض ده احنا منتظرينه من بدري، كل شويه نكلم الراجل بيقول لي انا لازم اجمع حاجات يعني ترضي المشاهد في الاول، مش شغل بتعرض وخلاص. يا جماعه الراجل ده بما يرضي الله بما يرضي الله ما بيعرضش اي حاجه، ولو العرض فيه حاجه والعرض ما عجبهوش، العرض ناقص، العرض فيه اي حاجه ما بيعرضهوش، يقول لي انا استنى احسن لي، لانه هو يعني في ميزه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ابو طه يا جماعه عايز يكسب المشاهد، يعني ابو طه عايز يكسب المشاهد وعايز يدي الحق المشاهد اللي ياخد منه يدعي له مش يدعي عليه. بالصلاه على النبي ابو طه. اللهم صل عليه وسلم. ايه معانا العرض ده بالصلاه على النبي؟ معانا العرض ده سبع نعاج. سبع نعاج. اه. سنهم قافل؟ قافل، السبعه قافلين. السبعه قافلين. ماشي. تمام. فيهم ثلاثه فيهم عشر. فيهم ثلاثه عشر. ماشي. في السبعة. في السبعة. اه. فيهم اثنين فاضيين متأكدين من فضيانهم، يعني هي اللي هي دي والابيض. هم سبعة فيهم ثلاثة عشر؟ فيهم ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. والدة. واحدة والدة. واحدة والدة تحتها رئيس. يعني كده أربعة. أربعة. كده يتفضل معانا ثلاثة. يتفضل معانا ثلاثة. اثنين فاضيين. اثنين فاضيين. واحدة والدة. واحدة والدة. وكده ثلاثة. يتفضل معانا أربعة. الأربعة عشر؟ الأربعة عشر. الأربعة عشر. الأربعة عشر. بالصلاة على النبي. ايه معانا في الباقي؟ الباقي كله رمسان. الباقي كله رمسان وخروف. الرمسان تحت عشر. تحت العشر. اه. رمسان تحت العشر، يعني كده هم العدد كله كام الاجمالي؟ الرمسان دي كلها لباني ما فهمش غير واحدة أو اثنين اللي كسرين جوز. واحدة أو اثنين اللي كسرين جوز. اللي كسرين جوز والخروف. والخروف خروف أظن كده لباني. احنا برضه مفرجين للمشاهد ابو طه. لباني يا باشا. لباني، ادي السن يا جماعه، ادي السن لباني اهو. تمام بالصلاه على النبي. تمام. يعني كده الاجمالي كله كام عندنا؟ 30. 30؟ 30 خروف. 30 30 30 العرض بتاعنا 30 راس يا جماعه. فيهم سبع نعاج قافلين، فيهم سبعه اللي قافلين. وخروف؟ لا خلينا بس نوضح نوضح ايه للمشاهد. السبع نعاج دول يا جماعه فيهم واحدة والدة، فيهم اثنين فاضيين، وفيهم أربعة عشر كده بطاها. أربعة عشر. دول بالنسبة للسبعة اللي هم قافلين، ومعانا يا جماعة هيتفضل معانا كده من السبعة 23. ال 23 يا جماعة فيهم خروف و 22 رميسة. الرايل بيقول الرمايس اللي هم ال 22 فيهم واحدة او اثنين اللي كسرين جواز، الباقي كله لباني، صح كده ابو طه؟ تبارك الله، كله رمسان تحت العشر. كله رمسان تحت العشر. بالصلاه على النبي. طب نتفرج كده المشاهد كده حاجه حاجه. تمام. نتفرج على النعاج الاول. نتفرج على النعاج. ماشي. ماشي. لا وكمان في واحده يا ابو حميد. حاجه من النعاج عينها مبيضه. عينها مبيضه؟ اه يعني فيها عين بيضه. عين بيضه، يعني ايه ده يا ابو طه؟ يعني زي عفشه ولا حاجه من التبن دخل في عينها. اه هي ما شاء الله بتاكل يعني. اه بس مش عوره ولا حاجه؟ ايوه فيها عوره. هي عوره. اه برضه نفرجوها للمشاهد عشان يبقى عارف المشاهد بيشتري ايه. بيضه بيض. اه بتفتح وتغمض وبتاكل وبتشرب. اهي يا جماعه يعني بياض بياض، يعني يعني زي الميه البيضه دي يا ابو طه. اه بالصلاه على النبي. اهي هي ضاره برضه يعني. دي العشر دي؟ دي عشرة. اه دي عشرة يا جماعة. الراجل بيقول برضه مفرجيكم عليها.
العشر ضرر، بس الضرر يعني ضرر مش كبير. يعني شوي لقدام. تمام ماشي. بس العشر مضمون. العشر مضمون. خش على الناجي الثاني حمدي. بكل هالإنسان. الصلاة على النبي تبارك الله يا مع الله أكبر على المال، الله أكبر. ماشي كده احنا شفنا النعية الأولى، نشوف النعية الثانية. دي النعية الثانية يا جماعة، دي الحياة اللي هي قافلة. دي عشر صح؟ اه عشر. دي عشر يا جماعة، النعية دي عشر. الصلاة على النبي. السنة طبعا قافل احنا قلنا يا جماعة، تمام. امسك اللي والدة وراها على طول. في واحدة والدة برضه يا جماعة. بتاع 21 يوم. دي دي والدة ليها 21 يوم أو 22 يوم الرأي اللي بيقول، برضه دي قافلة. فين رمستها الصغيرة هي؟ بنتها تحت القفص اهي، هي دي اللي تحت القفص؟ فين؟ تحت القفص. اهي في واحدة تحت القفص ولا دي معزة دي؟ دي سهلة. بالصلاة على النبي. طب ماشي احنا هنفرجوها للمشاهد، ورينا باقي النعاج. شوف الثانية يا حمدي. شوف النعاج الثانية. دول يا جماعة برضو الحياة الفاضية اهي. بالصلاة على النبي تبارك الله. تبارك الله ابو طه ما شاء الله تبارك الله، الله ينور يا معلم ما شاء الله تبارك الله. ماشي يا حاج، دي لحمه. دي فاضيه يا جماعه، تمشي لحمه دي سكه اللحم. تبارك الله حياه عاليه الشاسيه بتاع الله اكبر. يعني دي فاضيه برضو، دي فاضيه، دي تعتبر لحمه برضو يا جماعه. احنا بنفريكم السبعه اللي هم قافلين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حرام تبقى لحم. تبارك الله. تجيب احلى ولا لا؟ يعني دي المفروض ما تتذبحش، اللي ياخذها ما يذبحهاش ابو طه. دي يا جماعه يعني تبقى مشروع يعني خلف وكده تبارك الله. يعني كده ايه الرابعه اللي احنا شفناها تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. ودي يا جماعه دي عشرة ابو طه صح؟ دي عشرة يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الطرف يعني اخر حلاوه. ايه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه شفت الحمراء دي حمدي؟ تبارك الله. دي كده الكام؟ كده خمسة، كده دي الساتة؟ دي الساتة. دي عشرة صح؟ دي عشرة. دي عشرة يا جماعة برضو من ضمن السبعة اللي هم قافلين. هذا الضرة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كده فاضلة واحدة صح؟ أختها. ما احنا أختها شفناها في الأول. أختها شفناها في الأول؟ شفناها أول واحدة. كده فاضل واحدة اللي هم من ضمن السبعة اللي هم قافلين. ثلاثة شفتهم؟ دول الاثنين اللحمة دول. ماشي. ودي العشر؟ أربعة خمسة ستة سبعة محمد كده سبعة صح؟ واحد ادي واحد ادي اثنين يا جماعة كده السودة ثلاثة؟ لا هاي اللي مبرقة يا باشا واحدة دي ما شفناهاش دي ما شفناهاش. دي عشرة صح؟ عشرة. دي من ضمن السبعة اللي هم ايه قافلين يا جماعة. تمام نتفرج بقى ايه على الرمسان. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. احنا نفريكم الرمسان يا جماعه. بالصلاه على النبي. دي رميسه ابو طه؟ رميسه. دي رميسه يا جماعه. بالصلاه على النبي. ودي رميسه برضه. هنبعدوا بالكدر برضه يا جماعه عشان تشوفوا ايه. بالصلاه على النبي. ادي رميسه يا جماعه. كله ده لباني. هم فيهم اثنين دول اثنين. اثنين 22. يعني. 22 ادي السن يا جماعه. يعني. السن لباني. تمام غيرها كده حمدي. يعني مش عايزين نطول على المشاهد غير يا حاج بالصلاه. وريني السن لبان. ادي السن يا جماعه لبان اهي. بالصلاه على النبي تبارك الله. دي كسره جوز بس بالصلاه على النبي مليانه ده ابو طه تبارك الله عليها يعني ما شاء الله. دي كسره جوز يا جماعه، دي تبع الرمسان اللي هم ال 22 راس. دي رميسه ابو طه؟ رميسه. دي رميسه تبارك الله. بالصلاه على النبي تبارك الله. ادي دي برضه رميسه يا جماعه. سنها يا حمدي السن لباني اهو. سنها لباني يا جماعه. من ضمن الحاجات تبارك دي من ضمنهم صح؟ من ضمنهم. يا جماعه حته مقشره بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لا مو مقشره حته مزوقه. مزوقه. احنا اللي قصينها دي. انتوا اللي قصينها ما شاء الله تبارك الله. وريني الخروف كده نفرجيه للمشاهد ثاني يا حمدي. ادي الخروف يا جماعه بسم الله ما شاء الله حي كليب الاصل يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وده برضه يا جماعه اللي احنا قلناه قبل كده، قلناه في عرض من ضمن عروض المعلم كومان، ان الخروف ده يا جماعه اللي ذكره سيدنا النبي اللي هو بياكل فيه سواد ويمشي فيه سواد وينظر فيه سواد اهو. يعني ده برضه مشروع طلوقه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بالصلاه على النبي ابو طه الله ينور يا حي. احنا مش عايزين نطول على المشاهد اكتر من كده. تمام. احنا معانا 30 راس كده كلهم هيبقوا حبل واحد؟
ان شاء الله كل حبل بالصلاه على النبي تبارك الله. ودي بنتها هي مع بنت النعجه الوالده اللي وريناها لكم هي. اهي بنتها عمره 21 يوم ديها 21 22 يوم يا جماعه بالصلاه على النبي، ما كملش شهر يعني بالصلاه على النبي. كم الحبل داير ابو طه بالصلاه على النبي؟ الحبل داير ب 21 2100 يعني 2100. الله ينور عليك ابو طه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا جماعه الحبل داير 2100 جنيه للراس، دول 30 راس فيهم خروف، فيهم سبع نعاي قفلين، وفيهم خروف لباني، وفيهم 22 اللي باقيين فيهم واحده او اثنين كسرين جواز، والباقي كله لباني رمسان تحت العشر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نحط رقم تليفونك ابو طه. 012 8 15 33 8 2 8. ابو طه نقول العلوان اسوان السلريف شارع 11 بالصلاه على النبي. وانا برضه يا جماعه هسيب لكم رقم لو حد محتاج العرض، حد محتاج اي حاجه من اسوان انا تحت امره. انا رقمي 010 15 420 713. متشكرين ابو طه، الله ينور على العرض والله. الله ينور عليك، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. هذا العرض كله يا جماعه زي ما فرجناكم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كل حاجه تشرف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الانواع كلها كليبي وبلدي اهو. البند مجنسه يعني صورت عيالها السوق اللي فات. اللي هم كانوا مع الحاج محمد ابو عظيم. ماشي. ده سلالات الامهات بقى. دي سلالات الامهات اللي بتطلع الخفانه يا جماعه. السلالات اللي تطلع خفة، يعني لو واحد عاوز يعمل مشروع دماغه رايقة وفايقة يسيبهم ويجيب لهم خروف، يعني خروف طلوقة دول ويسيبهم كده على 5 6 شهور يتفرج على خيرهم إن شاء الله. بالصلاة على النبي عليك. ربنا يديهم له خيرهم. الله ينور عليك. يا جماعة في فيديو احنا كنا شفناه، وبرضه الفيديو ده احنا خليناه في أول الفيديوهات. الفيديو اللي احنا مصورين فيه 55 خروف يا جماعة بتوع سوق ضراو. دي الامهات اللي بيعملوا منها الانتاج يا جماعه بتاعت الخرفان الثانيه دي، اللي بيطلقوا عليها الخرفان الكليبي وبتاخد منها احلى مده واحلى طول. وغير ذلك ابو حميد في معلومه، يعني اتفضل. حاجه الخروف المجنس دائما وابدا تحويله اسرع من اي خروف. خروف المجنس يعني تحويله في اللحم. وفي حاجه ثانيه ابو طه اتفضل. اللحم بتاعه بيبقى يعني ما بيبقاش فيه نسبه، ما فيهوش نسبه دهون، دهون كثيره يعني بتبقى الدهون كلها بتتراكم ايه في، يعني تحسها في الليه بس. لكن اللحم تحس اللحم ملبس، اللحم نظيف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعه العرض كله عندنا 30 راس، السعر الداير 2100 جنيه، 21 للراس 2100 جنيه. يعني في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك يا جماعه، والناس اللي داخله جديد تشترك في القناه احنا، وتصلوا على سيدنا النبي في التعليقات. واحنا يا جماعه كل يوم بنقدم اسواق وبنقدم يعني ناس بنعرض من الحواش بتاعتها، وابو طه يعني من الناس المتميزه عندنا في العروض بتاعته، بيصبر يصبر بس بيجيب لك حاجه طيبه. في نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.